ناوسەکانی جەژن و ڕۆژانی دواتری جەژنمان کڕیوە بۆ ماڵ و منداڵەکانمان. اتخذنا كافة استعداداتنا لاستقبال العيد واشترينا جميع أغراض واحتياجات العيد، وذلك لاستقبال الضيوف والأقارب والأحباب والأصدقاء في أيام العيد بشكل جميل. في الأعياد والمناسبات ينتعش عمل محلات المكياج والعطور، وبما أننا نقترب من عيد الفطر المبارك انتعش عملنا، وهناك إقبال كبير على المكياج والعطور، ونحن حضرنا أنفسنا بشكل جيد لاستقبال الزبائن الذين يقصدوننا لشراء أغراضنا، وحاولنا تخفيض الأسعار قبيل العيد. الطلب على الملابس الكردية موجود باستمرار، ولكن في الأعياد والمناسبات يزداد الطلب عليها، خصوصا في أعياد نوروز وعيد رمضان وعيد الأضحى، وهناك توجه كبير من قبل الشباب نحو الملابس الكردية، فالشباب يحبون ارتداءها في الأعياد والمناسبات. نحن في مدينة سوران كباقي الأماكن في إقليم كردستان نستعد لاستقبال العيد، نشتري ملابس جديدة واحتياجات وأغراض العيد مثل المكسرات والحلويات، لأن العيد يحمل معنى السعادة والفرح والبهجة عندنا. برنامج نسمات زاغروس، ريبر عبد الغفار، سوران.